كما تعلو جسورها يعلو شأنها، كيف لا وهي التي ستستقبل ضيوف الشان. سيرتا الجميلة بسحرها الطبيعي ازداد جمالها مع التحضيرات التي سبقت الموعد الإفريقي. بين تلك الجسور المعلقة يبسط ملعب الشهيد حملاوي جماله، أرضيته، مدرجاته، وكل شيء فيه مميز بعد ترميمه في انتظار أن يمتلئ بجماهيره. فرق المجموعة الثالثة التي ستلعب مبارياتها بقسنطينة ستجد فنادق فخمة في انتظارها، والأمر نفسه بالنسبة لوفود الكاف ولجنة الحكام دون نسيان وسائل الإعلام، فكل شيء مهيأ هنا. الطرقات والأماكن العمومية ووسائل النقل توحي لك بأن المدينة تستعد كما ينبغي، وجماهيرها الشغوفة بالكرة المستديرة ستكون في الموعد. نشاطات مصاحبة للعرس الإفريقي ستبرز الموروث الثقافي للمدينة وللجزائر ككل: القندورة، القطيفة، المحروج، المجبود، وصناعة النحاس، وكل ما له علاقة بالأصالة. مدينة قسنطينة ستكون وجهة سياحية لمن أراد اكتشافها، فجسر سيدي مسيد يعد أحد أهم المعالم السياحية، وهو الذي يربط بين صخرتي المدينة. أما جسر سيدي راشد الحجري في إطلالته على وادي الرمال والمدينة القديمة فيروي تاريخا يزيد عن القرن، بينما يتميز جسر صالح باي أو جسر الاستقلال كما يسمى بتصميم معماري خاص على امتداد طوله البالغ 1119 مترا. سيرتا ستأسر ضيوفها بجمالها، وجسورها المعلقة ستترك ذكريات عالقة في أذهان من سيزورها. قسنطينة موعد للكرة، للفرجة، للسياحة، وللتأكيد على أن الجزائر بلد المواعيد الكبرى.